الأخ عبد العزيز أنا أعتبر الأخ المرحوم رحمة الله عليه عبد الحق الخيام، أسأل أن الله يتغمده برحمته ويعفيه ويجعله في الجنة ويثبته يا أرحم الراحمين، ويغسل بالماء البارد وينقيه كما ينقى التوف الأبيض من الدنس. وأكرمني الله سبحانه وتعالى في هذه الفترة أني جيت المغرب للزيارة، والله الحمد بحكم أني أنا متزوج من المغرب بفضل الله، والله الحمد جيت السنة هذه بعد غياب ما يقارب أكثر من 4 سنين، وأعرف هذا الرجل من فترة طويلة ما يقارب 13 سنة، رجل متواضع، رجل كريم، رجل طيب، واستقبلت الأسرة الكريمة سابقا في السعودية لأداء العمرة وتشرفت باستقبالهم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يصبرهم وأطلب من الله سبحانه أن يرحمه ويغفره، وإنا لله وإنا إليه راجعون. وما أعرف إيش أقول غير أن أسأل الله أن يرحم هذا رجل عظيم متواضع كريم، وجدت فيه لمسات ما أقدر أوصف لكم، والله العظيم هذا رجل متواضع جدا، ودائما أجي إلى هذا الدرب وكنت أتواجه فيه وألقى بالحضن. أسأل الله سبحانه وتعالى وأكرر ذلك أن الله يرحم رحمة واسعة، وأن يثبته عند السؤال يا أرحم الراحمين، وأن تغسله يا الله، و يفقد المغرب رجل عظيم، رجل خدم المغرب، رجل كان في الأمن، رجل ما أدري كيف أوصف، أعجز عن الكلام، ما أقول إلا أن لله وإنا إليه راجعون، ونسأل الله الصبر والسلوان يا أرحم الراحمين، وشكرا لكم. للمزيد من المعلومات ما تنسوش تابوناو وتفعلوا الجرس باش يوصلكم جديد لو سي تي في.